السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون تكملة لسلسلة الفيديوهات اللي بدينا بها بالحديث عن عملية البحث الأكاديمي والخطوات اللي يحتاجها طالب الماجستير أو الدكتوراه أو الباحث بصورة عامة. بدينا بها بخطوات كتابة البيبرات اللي هي الأوراق البحثية. بعد ذلك تحدثنا عن كيفية اختيار أو كيفية العثور على مجال للبحث أو موضوع للدراسة أو موضوع للبحث العلمي بصورة عامة، يعني الماجستير أو الدكتوراه. اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا عن هيكلية الأطروحة أو رسالة، يعني أطروحة الماجستير أو رسالة الدكتوراه. طبعا هناك كثير من الأسئلة اللي لقيتها يعني أونلاين واللي جتنا عن طريق يعني اليوتيوب أو الفيسبوك أو الماسنجر بصورة عامة، أنه أنا طالب ماجستير أو أنا طالب دكتوراه في العراق أو في الصين أو في ماليزيا أو في أي بلد آخر في أمريكا. الآن أنا كملت تقريبا العملية البحثي، يعني كتبت الكود. طبعا أنا راح أتحدث بصورة عامة عن كل يعني عن أطاريح الماجستير ورسائل الدكتوراه، ولكن راح يكون التركيز بشكل خاص على الأمور اللي هي خاصة بهندسة الحاسبات أو هندسة البرامجيات أو علوم الحاسوب، لأنه يعني هذا التخصص اللي يعني تخصصي بشكل عام، واللي هي الأمور اللي أنا أقدر أتحدث عنها وأعطي عليها أمثلة بشكل أفضل من بقية الاختصاصات، لأنه طبعا بقية الاختصاصات راح يكون لها خصوصية أكثر وأمور تختلف عن الأمور اللي قد أحكيها اليوم. بصورة عامة مثلا، يعني إذا كان لدينا طالب ماجستير أو دكتوراه في العراق أو في أي بلد عربي أو أي في يعني يدرس في أي جامعة في العالم، في البداية طبعا يتم الاتفاق على موضوع البحث اللي مثل ما تحدثنا عنه بالمحاضرة بالفيديو السابق. قلنا أنه ممكن أنه المشرف يفرض عليك فد موضوع بحث أو أنه يعطيك حرية الاختيار فتختار موضوع البحث بموجب الأمور اللي تحدث عنها بالفيديو السابق. بعد ما اخترت الموضوع اللي تحب تشتغل عليه وبديت انه عملية سويت عملية الليترشر ريفيو او السيرفي اللي هو استطلاع لكل البيبرات او الامور المنشورة في هذا المجال، قرأت الكتب، قرأت البيبرات، بديت تشتغل، انقدحت في بالك فكرة جديدة بدأت تشتغل عليها. عادة طبعا في مجال الحاسبات يكون اغلب الشغل هو برمجة ويعني محاولة اثبات الامور اللي تحصلها بشكل عملي، يعني اما بالسيميوليشن ايميوليشن اما يعني براكتيكال، تستخدم بيانات حقيقية، تستخدم بيانات موجودة في داتابيس إلى آخره. بعد ذلك يعني توصل إلى مرحلة معينة، المشرف طبعا راح يشترط عليك أنه تنشر بيبرات في مؤتمرات أو في مجلات عالمية. بعض المشرفين طبعا ما لهم علاقة يعني بعملية النشر، مجرد أنه يعني تستطيع بعد إكمال يعني بعد أنه تبدي يعني تريه نتائج جيدة، راح مباشرة يطلبون عندك أنه تبدأ بكتابة الأطروحة أو كتابة رسالة الدكتوراه. هنا راح تبدأ المشكلة. طبعا بالنسبة لي أنا كطالب دكتوراه أنا لم أصل إلى مرحلة كتابة الرسالة لحد الآن، إن شاء الله يعني نصل إلى هذا الشيء في المستقبل، ولكن أنا سابقا كتبت يعني أطروحة الماجستير وطلعت على الكثير من الأطاريح، يعني سواء كانت في العراق أو في الدول الأخرى. بعض الأخوة أشاروا إلى قضية أنه يا ريت أنه تستخدم أطروحة من جامعتك اللي هي جامعة تينيسي ناكسفيل اللي أنا أدرس بها حاليا في أمريكا، لأنه يعني قد يتبادر إلى أذهانهم أن هناك يعني فرق كبير بين هيكلية الأطروحة أو الرسالة المكتوبة للجامعات الأمريكية وهيكلية الأطروحة أو الرسالة المكتوبة للجامعات العراقية أو العربية بصورة عامة. بالحقيقة أنا يعني قمت بعمل داونلود للكثير من الأطاريح من جامعات عربية، هناك الكثير من محركات البحث اللي نشرنا يعني أيضا روابطها سابقا في المدونة وفي القناة، اللي هي تستطيع من خلالها تنزيل الأطاريح أو رسائل الدكتوراه يعني للكثير من الجامعات العربية والعالمية. ولاحظت أنه أغلب الجامعات يعني تحت يعني تعتمد على فت هيكلية شبه ثابتة، واللي هي راح نتحدث عنها إن شاء الله اليوم. أيضا على مود يعني نبين الخطوة يعني المطلب الرئيسي للإخوان اللي هو بالاعتماد على أطروحة أو نموذج من جامعتي اللي أنا أدرس بها، قمت بزيارة الموقع الخاص بالجامعة ووجدت أنهم منزلين ما يسمى بالماي ديزرتيشن دوت بي دي اف، اللي هو عباره عن تمبليت اللي هو يعني فقط يعني نموذج للهيكل العام للاطروحه او رساله الدكتوراه. بالنسبه للاخوان اللي هم ناشرين بيبرات في مؤتمرات او في مجلات، عمليه كتابه الاطروحه او الرساله راح تكون سهله، لانه مجرد انه انت البيبر او البيبرات مجموعه البيبرات اللي قمت بنشرها تحاول انه تقوم باعاده كتابتها بشكل موسع في الاطروحه، طبعا مع يعني مراعاه الترتيب اللي راح نتحدث عنه الان بهذا الملف. بالنسبة للإخوان والأخوات اللي هم سألوا على كيفية كتابة الأطروحة وهم سابقا لم يقوموا بنشر أي بيبرات، هنا راح تكون عندهم فد مشكلة معينة اللي هي إن شاء الله نحاول في هذا الفيديو نعالجها، وأتمنى أنه يعني
طولوا بالكم معانا لأنه ربما يكون هذا الفيديو طويل نسبيا. طبعا هنا الأطروحة مثل ما ذكرنا ثيسيس للماجستير أو ديسرتيشن للدكتوراه طولها يتراوح مع يعني مثلا بالنسبة للثيسيس تتراوح من 80 صفحة إلى 120 صفحة. طبعا هاي كانت التعليمات في جامعة البصرة سنة 2007 أو 2010، حاليا ما أعرف يعني إذا كان هناك تغيير، لأنه أنا كملت الماجستير في هندسة الحاسبات في جامعة البصرة سنة 2010، بعد ذلك ما أعرف شنو الأمور اللي تغيرت. بالنسبة للديزرتيشن للدكتوراه طبعا راح يكون بها فرق، يعني راح تكون حجمها أكبر، عدد الصفحات، حجم الخط، عدد المصادر، أي limitations، أي محدودية على هذه الأمور ممكن السؤال عنها، يعني أما أنه تسأل المشرف أو أن تقوم ب يعني استعارة أطاريح أو رسائل من جامعتك، يعني من مكتبة الجامعة، وستستطيع من خلالها معرفة حجم الخط بالنسبة للعنوان الرئيسي، حجم الخط بالنسبة للعنوان الثانوي، حجم الخط للكتابة، كيفية ترقيم الصفحات، كيفية تسمية الجداول، كيفية تسمية الرسومات وغيرها من الأمور. هذه كلها تقريبا أشياء متفق عليها في كل قسم، في كل جامعة، في كل كلية، يعني هاي من السهل أنه تطلع عليها من خلال معرفة أو يعني استعارة الأطاريح والرسائل للسنوات السابقة أو للطلبة المتخرجين في هذا المجال. النموذج اللي راح أحب أتحدث عنه اليوم، وراح يعني في كل يعني فقرة من الفقرات في كل فصل من الفصول نتحدث عن أنه شنو الأمور اللي يفترض أنه تكون موجودة في داخل هذا الفصل. بداية طبعا يعني شيء طبيعي أنه في الصفحة الأولى عنوان الأطروحة أو الرسالة، بعد ذلك يعني هذه الكليشة اللي هي تقريبا ثابتة أنه هذه الرسالة مقدمة إلى يعني كجزء من متطلبات درجة الحصول على درجة الدكتوراه أو فيلوسوفي لجامعة تينيسي ناكسفيل اللي هي الجامعة اللي أدرس بها. طبعا أنت هنا راح تكتب يعني جامعتك الخاصة بك، هنا تكتب الاسم الخاص بهذا الطالب والتاريخ ماي 2017 مثلا، هذا التاريخ اللي هم كاتبينه في هذا الملف. طبعا أنت راح تكتب الشهر والسنة اللي راح تناقش بها يعني أو تقدم بها هذه الأطروحة أو الرسالة. بعد ذلك طبعا إذا كانت هناك كوبي رايتس، هذه طبعا يمكن أنه يتم فرضها من قبل الجامعة في بعض الأحيان. الديديكيشن اللي هو الإهداء للأطروحة أو الرسالة، طبعا يعني عادة يكون يعني للعائلة أو الأحباب أو غيرها من الأمور الأخرى. الأكنولجمنت اللي هو يعني مجرد شكر للناس اللي ساهموا معاك في إعداد الأطروحة، واللي هم طبعا البروفيسور المشرف، الأصدقاء، الزملاء، الجروب البحثي اللي ساعدوك في يعني إكمال الأطروحة. الأبستراكت اللي هو مختصر البحث، عادة الأبستراكت يكون هو يعني أيضا له حجم ثابت، صفحة واحدة أو صفحتين، كل اللي راح تتحدث بيه على يعني بشكل مختصر جدا أنه المشكلة اللي عالجناها كذا وكذا، الحلول اللي اقترحناها كذا وكذا، النتائج اللي توصلنا لها كذا وكذا مقارنة مع النتائج الأخرى اللي هي كانت موجودة سابقا، يعني تبين بيها المشكلة بشكل مختصر، الحلول اللي اقترحتها لهذه المشكلة والنتائج اللي ظهرت لك بشكل مختصر، يعني يجب أن لا يتجاوز صفحة أو صفحة وشوية، يعني صفحة ونص تقريبا، يعني ما يفترض أنه ما تتجاوز هذا الشيء. بعد ذلك طبعا جدول المحتويات، هنا راح تلاحظ أنه الفصل الأول اللي هو المقدمة راح نعرف أنه شنو محتويات المقدمة. بعد ذلك الفصل الثاني عادة يكون هو ما يسمى بالليترشر ريفيو، هذه طبعا هنا موضع خلاف، بعض الجامعات تفضل انه يكون المقدمة هي يعني تحتوي على كل الأساسيات الخاصة بالأطروحة، واللي هي عرض المشكلة، عرض الحلول السابقة، يعني اللي هي الليترشر ريفيو او الليترشر سيرفي، يعني اللي هي كل البيبرات الأخرى او الفصول من الكتب او المصادر الأخرى اللي طلعت عليها ولها علاقة بالشغل الخاص بك. بعد ذلك يعني تتحدث بشكل مختصر عن النتائج اللي حصلتها، اللي هي فقط يعني كأنه الأرقام النهائية. الفصل الثاني عادة يكون هو أما تبدأ بالشرح الخطوات أو السيستم اللي أنت قمت باقتراحه. طبعا ممكن تكون الفصل الثاني هو الشرح النظري لهذا السيستم، الفصل الثالث ممكن يكون هو الشرح العملي، كأن يكون سيميوليشن أو ايميوليشن أو ماثيماتيكال ديريفيشن اللي هو يعني الاشتقاق الرياضي لهذا الموضوع. الفصل الرابع إذا مشينا على هذا السياق، إذا كان الفصل الأول هو المقدمة والليترشر ريفيو، والفصل الثاني راح يكون هو السيستم نظريا مثلا، الفصل الثالث راح يكون السيستم عمليا وبعض النتائج، يعني الفصل الرابع طبعا في هذه الحالة راح يكون هو الكونكلوجن والفيوتشر وورك وهذه الأمور الأخرى اللي هي يعني الاستنتاج والعمل المستقبلي أو يعني الأمور الأخرى اللي تحب أنه تذكرها بعدين. الطريقة الثانية أنه لا تذكر الانترودكشن فقط، راح يكون فشيء بسيط مختصر عن يعني ملخص لكل شيء سيتم ذكره بعد ذلك. الفصل الثاني سيكون الليترشر ريفيو أو الليترشر سيرفي، الفصل الثالث راح تبدي بيه تتحدث عن الموضوع أو السيستم اللي أنت اقترحته وتقارنه مع يعني السيستمز الأخرى.
الفصل الرابع راح يكون هو الريزلتس، يعني النتائج العملية، الأرقام، التيبلز، الحسابات، الجداول، الرسومات. الفصل الخامس بهذه الحالة راح يكون هو الكونكلوجن والفيوتشر وورك. طبعا تختلف هذه الأمور، يعني أيضا يتم الاتفاق عليها مع المشرف. الأبندسيز اللي هي الملحقات عادة تكون هي الاشتقاقات الرياضية إذا كانت معقدة ولا يعني لا يمكن إرفاقها أو إدراجها في داخل الفصول. رسومات إذا كانت موجودة، بعض الأحيان يتم إرفاق السورس كود اللي هو الكود المصدري الخاص بالبرامج اللي قمت بتطويرها، وغيرها من الأمور الأخرى. طبعا أيضا بعض الجامعات تشترط أنه تقوم بكتابة السيرة الذاتية للفيتاي الكوريكولوم فيتاي اللي هي السيرة الذاتية الخاصة بالطالب، وكل الأمور اللي حققها أثناء دراسته للماجستير أو الدكتوراه. ليست اوف تيبلز، يعني قائمه الجداول، ايضا هذه يعني يفترض انه تكون، هذا طبعا الترتيب اللي خاص بجامعتي. مثل ما ذكرت انه بعض الجامعات الاخرى قد يكون لها ترتيب مختلف الى حد ما، بس انا بصوره عامه يعني من خلال تجربه شخصيه اقول لكم انه 99% من هذا الترتيب هو يعني ثابت بالنسبه للاطاريح والرسائل في كل يعني اغلب دول العالم، على الاقل اللي انا اطلعت عليها. هنا طبعا قائمه الجداول هو يفضل انه تكون عباره عن لينك، يعني هايبر لينك، بحيث انه عند النقر عليها راح تاخذك مباشره الى الصفحه اللي بها هذا الجدول. وطبعا تقوم ب يعني عمل ليستنج، يعني تقوم بوضع كل الجداول. ليست اوف فيجرز اللي هي قائمه الاشكال او الرسومات، ايضا يعني يفضل انه تعطي اسم الرسم وترقيمهن وبعد ذلك والصفحه اللي موجود بها، وايضا يفضل انه يكون على شكل لينك بحيث انه عند النقر عليه تذهب مباشره الى هذا المكان، الى الصفحه اللي هو بها هذا اللينك. الفصل الأول مثل ما ذكرنا اللي هو المقدمة، يعني كلام عام أنه هذه الأطروحة هي تتحدث عن حل المشكلة الفلانية باستخدام الطريقة الفلانية، والنتائج اللي حصلناها تدل على أنه يعني الطريقة اللي تم اقتراحها هي طريقة جيدة و يعني لها مستقبل باهر، وغيرها من الأمور الأخرى. يعني تحاول أنه تظهر الجانب المشرق من العمل اللي أنت قمت به. طبعا ممكن انه تقسمها الى فقرات فرعيه، يعني هنا الكلام اللي مكتوب هنا هو فقط كلام يعني عام، يعني مجرد انه نصائح للناس اللي راح يستخدمون هذا التمبليت او هذا النموذج لكتابه اطاريحهم او رسائلهم. يمكن تقسيمه يعني تجزئه الانترودكشن الى عده فقرات، يعني يمكن ايضا وضع رسومات تبين يعني انه انت منين ابتدات والى اين وصلت. إذا كان هناك تعداد للطرق اللي قمت باستخدامها، أيضا مقارنة بين هذه الطرق ومن هو أفضل واحدة بهن. يعني هذا هو بصورة عامة هذا المقدمة. المقدمة هي فقط يعني مثل ما ذكرت قد تكون قصيرة وتحتوي فقط ملخص لما سيتم ذكره ببقية المقاطع الأطروحة، أو ممكن أنه تحتوي أيضا على literature review اللي هو تلخيص أو إعادة صياغة لكل البيبرات اللي تم نشرها سابقا واللي لها علاقة بهذا الموضوع. بعد ذلك طبعا يعني الريفرنسز هنا يعني اللي يذكر بها انه المصادر اللي اخذت من عندها او اللي اعتمدت عليها في كتابتك للاطروحه. طبعا هذه تختلف عن الريفرنسز اللي بعدين راح نشوفها في نهايه الاطروحه. الثيورم انفايرمنتس طبعا ايضا تقوم بشرح البيئه التي قمت بالعمل بها، هل هي فقط ماثيماتيكال ديريفيشن، هل هو فقط يعني اشتقاقات رياضيه، هل هي سيميوليشن محاكاه، هل هي ايميوليشن باستخدام يعني نظم تشغيل لأجهزة حقيقية ولكنه في داخل بيئة افتراضية، هل أنه قمت بتجميع بيانات من أجهزة حقيقية، وأيضا تقوم بذكر الـ experiments يعني أو مواصفات التجربة اللي أنت قمت من خلالها بجمع البيانات. إذا كان هناك لاب أيضا تشرح يعني مواصفات هذا اللاب، إذا كانت أجهزة استخدمتها أيضا تشرح مواصفات الأجهزة، وكذلك إذا استخدمت بيانات من موقع معين أيضا تذكر هذه البيانات ومواصفاتها. تقوم يعني بشرح عام لكل هذه الأمور. بعد ذلك يفترض انه الفصل الثاني مثل ما ذكرنا طبعا ايضا هنا هذا التمبليت يعني يبين لك انه اذا كان هناك فد بيبر يعني صور غير كافيه، انه يعني عريضه بحيث انه غير كافيه انه تكفيها الصفحه، يمكن انه تقوم بوضع صفحه يعني افقيه في داخل الاطروحه. الجداول، الرسومات وغيرها من الامور الاخرى. ايضا بعد ذلك تدخل الى الفصل الثاني. الفصل الثاني مثل ما ذكرنا يا اما يكون هو literature review واللي هو فقط تقوم بتعداد لكل البيبرات او لكل المشاريع او لكل الانظمه المقترحه سابقا في هذا المجال واللي انت اعتمدت عليها في يعني ايجاد فكرتك الجديده، واللي بعدين راح تقارن نظامك اللي يعني ابتكرته او اقترحته مع هذه الانظمه. الفصل الثالث طبعا راح تبدي تتحدث بيه عن اطروحتك يعني او عملك الحقيقي. يعني عاده مثل ما ذكرنا اذا كان هناك بيبرات منشوره فراح يكون كتابه هذا الفصل يعني سهل جدا، لانه انت ايضا بالبيبر تذكر السيستم وتذكر يعني مواصفات هذا النظام والمعادلات الرياضيه اللي تحكمه والبيئه اللي اشتغلت بها على هذا الموضوع وهكذا.
الفصل الرابع مثل ما ذكرنا، يعني إذا أكملت يعني ذكر الحديث عن النظام في هذا الفصل، الفصل الرابع راح يكون هو فقط للنتائج اللي هي يعني مجرد الرسومات. وطبعا لاحظ أنه مو كافي أنه تذكر رسم يقارن نموذجك اللي أنت قمت باقتراحه مع النماذج السابقة، وإنما يجب أن تقوم بتحليل هذا النموذج، يعني إعطاء فكرة عن أنه ليش أو لماذا النموذج أو السيستم اللي أنت قمت باقتراحه هو أفضل من النماذج السابقة. وعادة يعني يفضل أنه تكون الرسومات أكثر شيء، الكلام أقل، والأرقام أيضا أقل، يعني والجداول أيضا أقل، لأنه يعني الرسومات تعطي فكرة أفضل، وكذلك يعني شرحها يفترض أنه يكون مختصر مفيد. أخيرا بعد ذلك تتحدث عن الكونكلوجنز، واللي هي الاستنتاجات اللي يعني طلعت بها من هذه الأطروحة، البايوغرافي اللي هو المصادر اللي اعتمدت عليهن، اللي هي بيبليوغرافي المصادر، وأخيرا الأبندسيز مثل ما ذكرنا الملحقات، إذا كان هناك مثلا معادلات تحب تشرحها أو اشتقاقات، رسومات أيضا يعني تذكرهن مثلا داخل الفصول، وتحب أنه يعني تضعهن هنا في داخل الأبندسيز أو الملحقات، summary of stuff يعني أي شيء ثاني تحب أنه تذكره، وأخيرا مثل ما ذكرنا الفيتاي اللي هي السيرة الذاتية الخاصة بك والأمور اللي تعلمتها أثناء دراستك للماجستير أو الدكتوراه. هذا هو بصورة عامة يعني الهيكل العام للأطروحة سواء كانت للماجستير أو للدكتوراه، مع فروقات يعني من حيث الكم والنوع ما بين الماجستير والدكتوراه، وأيضا هناك الكثير من الأمور الأخرى التقنية اللي هي حجم الخط إذا كان للعنوان الرئيسي، حجم الخط للعنوان الفرعي، تسمية وترقيم يعني حتى هنا ذكر المصادر وكيفية استخدام يعني هذا الـ MLA أو الـ APA أو غيرها من الاستاندرات الأخرى لكتابة المصادر، ترقيم وتسمية الجداول، هل يكون عنوان الجدول فوق الجدول أو تحته، تسميته 1.1 بين قوسين أو بدون قوسين، وهذه الأمور الأخرى كلها يعني تستطيع التعرف عليها. أيضا الفيجر 1.5 هنا يعني هذه تكون مع قوسين أو بدون قوسين، هذه النقطة اللي بالنص قد تكون نقطة أو علامة سالب أو غيرها من الأمور الأخرى، هذه أيضا تستطيع التعرف عليها من خلال استعارة الأطاريح أو الرسائل للسنوات السابقة أو للمتخرجين سابقا. ترقيم الصفحات أيضا يعني ومكانها وغيرها من الأمور الأخرى، هذه كلها ستاندرات تستطيع معرفتها مثل ما ذكرنا بالاستعانة بالخريجين السابقين أو المشرف، أو عادة هناك ما يسمى ب يعني عادة المكتبات في الجامعات العالمية يوفرون خدمات ريفيو ويعني مراجعة للأطاريح والرسائل، ويمشون معك خطوة بخطوة لتحقيق هذه الأمور. أتمنى أنه يكون هذا الشرح مفيد للجميع، وإذا كان هناك أي أسئلة خاصة أو يعني أي أسئلة محددة حول هذا الموضوع، أي شيء لم يتم إيضاحه بشكل كافي، اتركونا أسئلتكم بالتعليقات، وإن شاء الله راح نجاوبها في أسرع وقت. شكرا جزيلا ومع السلامة.